صباح الخير واهلا بحضراتكم. يوم جديد وصباح جديد بنصبح فيه على حضراتكم في اليوم الرابع من ايام الشهر الفضيل الشهر الكريم. كل سنه وحضراتكم طيبين، كل سنه وزميلي العزيز محمد عبد الحكم بخير. كل سنه وانت طيب محمد. سنه طيبه يا دينا، صباح الخير مشاهدينا الكرام، وكل سنه وحضراتكم طيبين. بمناسبه شهر رمضان الكريم اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. عندنا مجموعه من الاخبار النهارده هنستعرضها ان شاء الله في الفقره الاولى من هذا الصباح، ولكن قبل ما نستعرضها عندنا مجموعه من الفقرات الحواريه. عندنا فقرتين حواريتين هنتكلم مع بعض فيهم في عدد من الموضوعات. اول فقره معنا يا دينا، اول فقره هتكون من منظمه الصحه العالميه اللي بتقول انه مصر من ضمن 10 دول او من ضمن افضل 10 دول واول 10 دول استطاعت ان تخفض من نسبه وفيات الامهات، وده بالتاكيد رقم مهم جدا. هنتكلم فيه مع ضيفنا الكريم اخصائي النساء والتوليد عن فكره مشكلات اللي كانت بتحدث للامهات اثناء الولاده او بسبب الحمل او مشكلات الحمل بشكل عام، وازاي ان مصر نجحت في انها تكون من افضل 10 دول في العالم كله في خفض نسبه وفيات الامهات. الفقره الثانيه هيكون عن دور التحالف الوطني في حمايه الفئات الأولى بالرعاية وسط الأزمة العالمية. ده يشرفنا فيها الأستاذة نسرين محمد عبد المنعم الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. هنتكلم طبعا عن دور التحالف الوطني، شفنا دور التحالف الوطني في الأيام القليلة الماضية والمبادرة توزيع الكراتين 4 مليون كرتونة على الفئات الأولى بالرعاية، وطبعا والاهتمام بتلك الفئات قبل شهر رمضان المبارك طبعا لفتة مميزة ولفتة طيبة. وكمان قالوا لنا القائمين على التحالف الوطني إن دي مش هتكون مبادرة لشهر رمضان فقط، ولكن هيستمروا بإذن الله بعد رمضان وطوال السنة في مبادرات جديدة ومبادرات إن شاء الله تعم بالخير على الفئات الأولى بالرعاية وعلى المجتمع المصري بإذن الله. بعد كده إن شاء الله هنطلع دلوقتي فاصل هنقدم فيه فقرة من الرياضة. طبعا الصيام بيحتاج للرياضة، في ناس بتقول لك احنا صايمين فبيكسلوا عن الرياضة، ولكن الرياضة مهمة جدا للصائم. ياريت نعمل ونحافظ على الرياضة كلنا. أعتقد دينا مش محافظة على الرياضة أنا في شهر رمضان. ده الرياضة في رمضان أهم من الأيام التانية اللي في رمضان، لانه اولا نسبه الحرق بتكون اعلى. صحيح. وكمان بتصفي الذهن بشكل كبير جدا، والحقيقه انها بتظبط كل ميزان الجسم الى جانب ما يفعله الصيام طبعا من ضبط للجسم. بس قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ اعتقد بعد الفطار بساعه او ساعتين. اهم حاجه انه فعلا حتى لو قبل الفطار يكون مش يعني ما ندخلش نفطر على طول مباشره، يعني حتى لو هنلعب قبل الفطار لازم يكون على الاقل في نص ساعه قبل ما نفطر، علشان ما يكونش فيه نروح جعانين طبعا. صحيح. فناكل كتير قوي فنصاب بتخمه فنكسل بعد الفطار، يبقى ما عملناش حاجه. لكن على زي ما قال حكم الحقيقه ان الرياضه في رمضان شديده الاهميه. خلينا نبتدي يومنا معاكم النهارده بصحصحه وشويه ايروبكس، وبعدها نرجع نبدا مع حضراتكم اخبارنا. صباح الخير، معاكم كابتن عمرو طاهر. النهارده هنتكلم عن مجموعه التمارين. فاصل ورجعنا لكم. واول تمرين على طول في الكتف، هنسخن بالشكل الصحيح ان احنا نمسك الدمبل كده ونفتح بزاويه قايمه، اقطع واطلع واقف، واهم حاجه ان دراعي في مستوى كتفي، واسخن واقفل واطلع ونظم نفسي، اخد نفس واطلع واقفل، ضم رجلك شويه واقفل واطلع، اربع مجاميع في 20 عده. لازم اسخن العضلات الكتف الداخليه قبل ما ابدا التمرينه بتاعتي، دي الاحماءات ان هي في السيفتي، ان انا ما اتصابش باي حاجه في الكتف بتاعي. اول حاجه تسخين، بعد كده هنبدا اول شكل في الكتف معاكم بعد التسخين. اربع مجاميع في 20 عده، سخنت الكتف بتاعي كويس، هنخش اول حركه على طول معانا في الكتف. اوكي، وبعد ما سخننا كويس هنلعب اول شكل في الكتف التجميع الجانبي. هنلعب فري ويد، هنمسك الدمبل بتاعنا وهنزل مستوى كتفي وهطلع تاني، افرد دراعي انزل مستوى كتفي، الويد يبقى مستوى كتفي زاويه قايمه، واطلع فوق وانزل مستوى جسمي لحد هنا، واطلع دراعي المفروض للاخر، وانظم
نفسي وظهري كله الصريط في الجهاز عشان ما اعملش لود على الظهر. لازم الكتف هو اللي بيشيل العضله. من ضمن اهم تمارين في الكتف التجميع الجانبي، وانزل جانبي بالراحه وقفل فوق. هنكرر التمارين دوت 4 مجاميع في 10 عدات. طبعا اول وزن زي ما قلنا هنلعب بوزن خفيف، نسخن الكتف كويس. تاني مجموعه احنا ممكن نزود الويد، تالت مجموعه نزود، رابع مجموعه ممكن نحط الوزن اللي احنا نقدر عليه بالعدد اللي احنا نقدر عليه، مفيش اي مشكله. اوكي. والشكل التاني معانا في حركه الكتف، ومن اهم الاشكال لعضله الكتف اللي هي بتعمل الشكل الاساسي لعضله الكتف بتاعي اللي هي الرفرفه الجانبي. هنلعب بالدمبل رفرفه جانبي، ودي بالنسبه لناس كتير بتلعبها بطريقه غير صحيحه. ديت طبعا ما بتعتمدش على الوزن، خالص، بتعتمد على التكنيك والعب الزاويه بتاعتي صح. وهوريكم دلوقتي ازاي هنلعب التجميع الجانبي. يلا. دمبل جنب جسمي وبطلع في مستوى كتفي فوق، بطلع كتفي في دراعي في مستوى كتفي وبنزل جانبي، وبطلع 2 بالراحه واطلع مستوى كتفي، 3. طبعا انا بطلع بكوعي، كتف كوع هو اللي بيطلع معايا، مش عايز الوزن دلوقتي شيلش بايدي، بشيل بكتفي، لازم احز بالعضله انا بلعبها، واطلع وانزل وانظم نفسي واطلع وانزل بالراحه، وبطلع الدمبل بيطلع من جنب رجليا. في ناس بتجيبها من قدام، في ناس بتلعبها لا، انا عايز الوزن يطلع من جنب رجليا. برافو. فوق وانزل بشكل بالراحه وانظم نفسي بكده، هيعمل الشكل الصحيح لعضله الكتف. هو اهم التمارين معايا في عضله الكتف اللي هو الرفرفه الجانبي، فلازم نركز عليها جدا بشكل الصحيح. فوق وانزل بالراحه، فوق مور. اوكي، عاش. ورجعنا لكم في العضله كمان، عضله الكتف الامامي ومن ضمن اهم العضلات الكتف الاماميه اللي هي بتزيد بصعوبه، فلازم نركز عليها اكتر العضله الكتف الاماميه. ونمسك البار الزجزاج وهنطلع بيه بشكل صحيح في مستوى كتفي وبنزل بالراحه. يلا. بطلع ظهري مفرود، راسي فوق، بطلع بكتفي 2 برافو في مستوى وشي، بطلع مستوى وشي وانزل بالراحه 2 برافو، 3. اركز ان كتفي هو اللي بيشيل البار، ما بطلعش بدراعي، كتفي هو اللي بيشيل البار، وانزل بالراحه وانظم نفسي برافو، واطلع مستوى وشي وانزل بتركيز، والكز كتف هو اللي بيشيل الوزن. اوكي. ممكن ادخل معاه على طول سوبر ست. اوكي. هنخش معاه ترابيس، هنقفل بيها تمرين الكتف بتاعتنا، ومن العضلات المهمه برضو كتفي مقفول جنبي، وبطلع بكتفي هو اللي بيشيل الوزن 2، ما بخليش ده لمبل انا ما بشيلوش بايدي، اللي بيشيل الويت هو الكتف. بطلع مستوى ايدني فوق وانزل قد ما اقدر، اطلع فوق وانزل. هنكرر الحركه ديت 4 مجاميع في 10 عدات، طبعا مع ان احنا نزود الويد بتاعنا. اوكي. برافو. وبكده خلصت تماريننا، يا رب تكونوا استفدتم، واشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد. اول اخبارنا معانا هنتابع نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي وجه بتعزيز استخدام احدث الوسائل التكنولوجيه في منظومه عمل المحاكم خلال الفتره القادمه. ايضا السيد الرئيس اطلع على خلال اجتماع عقده مع وزير العدل المستشار عمر مروان، اطلع على الموقف التنفيذي لانشاء مدينه العداله بالعاصمه الاداريه الجديده خلال الفتره القادمه. طبعا كمان خلال هذا اللقاء اللي عقده السيد الرئيس مع وزير العدل، اشار السيد الرئيس الى سرعه تنفيذ الاحكام المختلفه في القضايا المختلفه، بالذات فيما يخص المحاكم الابتدائيه، ووجه سيادته بانه تنتهي كل هذه القضايا خلال هذا العام. هنتابع مع بعض التقرير اللي جاي وفي تفاصيل اكثر عن لقاء السيد الرئيس والمستشار عمر مروان وزير العدل. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل
المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، حيث اطلع السيد الرئيس في هذا السياق على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصة في المحاكم الابتدائية حيث لم يعد يتبقى من الدعاوى المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوى أسرة قبل عام 2021 و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة. وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين، معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي، فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوى الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع. كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق جهود رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية، حيث وجه السيد الرئيس بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الأداء خلال النظر في القضايا. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي ستضم مجمعا مركزيا للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة، فضلا عما تم مؤخرا من تكريم لأعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر. بجانب دورها الكبير في حفظ الأمن والأمان في البلاد، وزارة الداخلية تبذل الكثير من الجهود لتوفير منافذ لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل. وزارة الداخلية بتوفر السلع الغذائية بمبادرة كلنا واحد بتخفيضات تصل إلى 60%. واصلت وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك لعام 2023 لتوفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60%. أيضا تقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرع على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية بالقاهرة والجيزة و36 معرض فرعي أمام السلاسل التجارية المشاركة، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بكافة محافظات الجمهورية. للمزيد من المتابعة معنا الأستاذ أيمن فاروق الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام. صباح الخير أستاذ أيمن. صباح الخير يا فندم على حضرتك. كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب يا فندم. الصورة اللي احنا شفناها وإقبال المواطنين دي جزء من كل، احنا بنشوف بعينينا ما بنمشي في الشوارع الشوادر اللي عملتها وزارة الداخلية طوال شهر رمضان المبارك تحت مبادرة كلنا واحد، عدد كبير جدا من المواطنين يقبلون عليها، مش الفئات الأولى بالرعاية ولا الفئات محدودي الدخل فقط، ولكن أعتقد أن شريحة كبيرة من المجتمع المصري بتقبل على شراء تلك السلع، خاصة أن هي مخفضة بنسبة 60% بالإضافة أيضا إلى جودتها. طبعا ده نهج وزارة الداخلية بتتبعه الآن، وهو محاربة الغلاء ومحاربة الجشع الخاص ببعض التجار في توفير السلع الأساسية والسلع الاستراتيجية الموجودة دلوقتي في الشارع المصري لتأمين الأسر وتأمين الحياة اليومية للأسر المصرية. زي ما حضرتك تفضلت مشكورا، الفكرة بتاعت المبادرة مش فقط مقتصرة على محدودي الدخل أو الفئات الأولى بالرعاية،
ولكن فكرة توفير السلع أصبح من أهم الاستراتيجيات اللي موجودة لدى تحقيق الأمن في الشارع المصري. لذا محاربة الغلاء أو محاربة الفساد اللي ممكن يحصل من بعض التجار في رفع قيم الأسعار لبعض السلع بتواجه وزارة الداخلية دلوقتي بالاتفاق مع سلاسل ومجموعة من التجار والمصانع لتوفير السلع بقيمات الحقيقية، وده ليه مكسب في المصانع دي أو لتجار الجملة بالشكل دوت، لكن وزارة الداخلية بتترفع على أنها تكون فيها نوع من أنواع الكسب المادي، والمقصود بيها هو توفير السلع لقيمتها الحقيقية. فهنا بيكون قدام المواطن السلع موجودة بقيمتها الحقيقية وموجودة في بعض الأسواق والمحال التجارية بالقيم بقى المتفاوتة في المكاسب اللي الناس بتحطها، لأن دلوقتي المقاومة بقت كبيرة جدا لأن احنا نحاول نحد من جشع بعض التجار في عملية الكسب الغير مشروع اللي بتواجه وزارة الداخلية أيضا بالقانون، وبتحرر طبعا محاضر كتيرة جدا يوميا في هذا الشأن. لكن أهم من هو ضبط الجريمة أو الحد منها هو توفير السلع ده للمواطنين. عشان كده نلاقي دلوقتي وصلنا إلى 1074 فرع على مستوى الجمهورية، رقم كبير جدا بالضبط، يعني ده بيضاهي طبعا أرقام سلسلة السوبر ماركت اللي هي المعروفة مجتمعة. ده حضرتك كمان مش حليها فقط في السلع اللي هي الغذائية، ولكن أيضا حليها في بعض السلع الاستراتيجية والسلع اللي بيحتاجها البيت المصري. صحيح، دلوقتي أصبحت المقاومة لابد من توفير البديل، وده فكرة لتوفير البديل زي ما ذكرت مع حضرتك. طب أستاذ أيمن، هل المبادرة دي ممكن تستمر بعد رمضان ولا هي مقتصرة على شهر رمضان فقط؟ لا فندم، احنا المبادرة دي دلوقتي في المرحلة 23 بتاعتها، وهي كانت من 2018 لما خانتنيش الذاكرة، ووزارة الداخلية يعني أصبحت مستمرة هذا النهج زي ما بقول حضرتك بفكرة توفير السلع أثناء مقاومتها لعمليات ضبط الأسعار وعمليات ضبط السلع اللي هي الغير آدمية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. طيب كانت الفكرة هنا بتاعت القيادات في وزارة الداخلية في حين مواجهة هذا الجشع وهذا الفساد. صحيح. طب المواطن المصري هنقدر نوفر له منين؟ فبيتعاملوا مع التجار والمصانع الشريفة بأن هو يحصل فتح منافذ في جميع محافظات الجمهورية وفي أماكن معروفة، بحيث أن الناس تقدر تحصل على السلع الغذائية بتاعتها بسهولة جدا أثناء مقاومة المحال الأخرى. وده طبعا بيحصل كمان مش في السلع فقط، لكن في مبادرات أخرى بديلة زي منافذ اللي بتعملها وزارة الداخلية أيضا لتوفير السلع، ولكن ده مع بعض الناس المساهمين اللي عايزين إصلاح جيد، زي مثلا فئات الأولى بالرعاية ومنهم المفرج عنهم، إنها بتوفر لهم أماكن يكونوا فيها بيع للحوم والدواجن والأسماك والسلع الغذائية المختلفة، وده بيقدروا ياخدوا من مبادرات كلنا واحد ومن الشركات اللي بتتعامل مع وزارة الداخلية. وهنا هنلاقي فيه ارتفاع في القيم بسيط جدا لضمان حياة كريمة لهذه الفئة. يبقى هنا هو هنا صحيح. يكسب أيضا بشكل آخر إن هو يعمل إصلاح لفئة من المجتمع. صحيح، تقدر هو جهد مشكور فعلا زي ما حضرتك قلت طوال الفترة الماضية بتقدمه وزارة الداخلية لكل شرائح المجتمع أو لمعظم شرائح المجتمع بتقديم تلك السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 60%. الأستاذ أيمن فاروق الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام، أشكرك شكرا جزيلا. من أخبار وزارة الداخلية بننتقل مع حضراتكم إلى وزارة الصحة، والتصريح للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللي أشار إلى أهمية التوسع في الاستثمارات المصرية الهندية تحديدا فيما يخص مجال تصنيع اللقاحات والأدوية. ده جه في كلمة الوزير خلال فعاليات الإعلان عن تدشين أعمال أول خط تشغيل وإنتاج لقاحي الكبدي بي والخماسي وأنواع أخرى من اللقاحات. نتابع. خلينا
في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الأدوية واللقاحات والأمصال بشكل آمن والعمل على تصنيعها لاكتفاء الذاتي منها بما يعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية من الأدوية، تم تدشين أول تشغيل للقاح الخماسي والكبدي بي نتاج المرحلة الثانية للتعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات والأمصال الطبية وشركة سيرم الهندية لإنتاج اللقاحات، والتي تم الإعلان عنها خلال فعاليات احتفالية المرحلة الثانية لنقل التكنولوجيا بين الشركتين. هذا الاحتفال اللي احنا في صدد النهارده بالتعاون مع شركه سيرم هو نقله نوعيه مش بس لمصر الحقيقه، لان احنا المنتج اللي هننتجه في مصر هيبقى نسبه المكون المحلي تصل الى 70%، وده معناه توفير في العمله الصعبه، تامين لاحتياجاتنا داخليا بشكل كبير جدا، والاهم من ده وده كمان ان احنا يبقى عندنا قدرات تصديريه لافريقيا اللي اعلنت ان لابد ان يكون لافريقيا تصنيع يكفي 60% من احتياجاتها. احنا بنجري، وانا متصور ان مصر على قمة الدول الافريقية اللي ممكن تحقق هذا النموذج، مش احنا اللي بنقول لكن منظمة الصحة العالمية، السكرتير العام لمنظمة الصحة العالمية او المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لما اعلن ان مصر من الدول اللي بتقدم كل التكنولوجيا الحديثة في عملية التصنيع، وهي مؤهلة انها تكون دولة محورية لتصدير اللقاحات والأدوية إلى كل الدول الأفريقية. إنتاج التطعيم الخماسي والكبدي بي يعد نتاج المرحلة الثانية لنقل التكنولوجيا بين الشركة القابضة للمستحضرات والأمصال والشركة الهندية سيرم، والتي ستعمل على توفير تلك المنتجات لمصر والدول الإفريقية بشكل فاعل. تميز هذه الشراكة أن هناك نقل المعرفة والتكنولوجيا، فهي كمنظمة الصحة العالمية هناك توجه بدعم التوطين صناعة اللقاحات لحماية الأطفال، كبار، نساء، من جميع الأعمار وما فيهم الكهل. وفي نفس الوقت التدشين اليوم بيعني الاستمرارية والاستدامة في التواصل والشراكة ما بين دولتين كبار. فاللقاح الخماسي هو بيقدر يغطي 5 أنواع من الفيروسات والبكتيريا، فبيتكلم على البرتسس أو السعال الديكي والتيتانوس والدفتيريا والإنفلونزا، الهيموفلس إنفلونزا والكابيدي بي، فهو لقاح مندمج بجانب طبعا لقاح الكابيدي بي اللي احنا بنديه للأطفال حديث الولادة في عمر من عمر يوم إلى عمر 44 يوم. فدي طبعا من اللقاحات المهمة جدا، وزي ما قلت اللي هو هنقول ان مصر دلوقتي اتحطت على اول دولة افريقية بتنتج اللقاحين دول. الاحتفال بتدشين اول تشغيلة للقاح الخماسي والكبدي بي بمصر واحدة من الخطوات المهمة التي ستحدث طفرة نوعية بجعل مصر منطقة محورية لانتاج الامصال واللقاحات بالقارة السمراء. محمد حلمي، النيل. للمزيد بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور نبيل محي، عميد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ سابقا. أهلا وسهلا دكتور نبيل، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بحضرتك، رمضان كريم. دكتور نبيل، في كلمة وزير الصحة أشار إلى أهمية التوسع في الاستثمارات المصرية الهندية في مجال تصنيع الأدوية واللقاحات بشكل عام، وهنا السؤال عن حجم الصناعة دي في الهند تحديدا، وإلى أي مدى من الممكن أن تكون الهند مستثمر قوي في مصر في مجال اللقاحات والأدوية؟ طبعا هو فكرة التعامل مع يعني دول شرق آسيا فكرة مهمة، وبدأت طبعا في الأول بالتعامل مع الصين وبالتعامل مع روسيا، برضو في تصنيع لقاحات الكورونا، لأن طبعا كانت لقاحات الكورونا يعني الكميات اللي كانت بتنتج على مستوى فايزر الشركات بل اللي هي الأمريكية كانت مش مكفية العالم، فمصر نجحت انها يعني تعمل بريك ثروز يعني او اختراقات، انها لجأت انها تستخدم التكنولوجيا البديلة مع الشرق، فاحنا نجحنا ان احنا نعمل يعني مع روسيا اتفاقيات ومع الصين اتفاقيات، وفعلا نزل كميات يعني كفت لدرجة في عدد من الناس، انا واحد من الناس طعمت 3 مرات. نعم. الهند بالمناسبة دولة متقدمة جدا في حاجة اسمها البايوتكنولوجي اللي هو التكنولوجيا الحيوية. التكنولوجيا الحيوية هي الطريقة اللي بيها بنصنع حاجات اللي هي المواد البيولوجية، اللي هي ايه المواد التي تنتج من كائنات حية عشان تدخل في جسم البني آدم. من اهم المواد البيولوجية دي طبعا هي ما يعرف بالمصل واللقاح، يعني الشركة اللي وزارة الصحة، والحقيقه كان يعني الدكتور عبد الغفار
كان مهتم جدا لدرجة ان هو الراجل يعني مش بس اكتفى انه مدير شركة فاكسيرا في مصر، نعم، هو اللي يعمل الاتفاقية مع مدير شركة سيرم في الهند، بل هو حضر هو شخصيا الاتفاقية، وده شيء كويس جدا الحقيقة. نعم. طيب دكتور نبيل، يعني مصر الحقيقة استطاعت ان تكون من اولى الدول في العالم التي تنهي تماما فيروس سي على اراضيها الحقيقة، وينتهي تماما هذا المرض من في مصر. الان مصر تدشن اول خط انتاج لعلاج فيروس الكبد بي وكذلك الخماسي. لو تكلمنا عن يعني هذين المرضين ومساحة وجودهم في مصر، وبالتالي مصر هنا تدخل بخط انتاج للقاحات او ادوية خاصة بالمرضين دول. هو فيما يخص طبعا فيروس سي، فيروس سي كانت يعني مصر فيها 4%، لانه انا شخصيا عندي يعني عندي رسائل كتير، دراسات ماجستير ودكتوراه وابحاث منشوره على فيروس سي. وكان للاسف قبل ما يتعمل اللجنه المركزيه او اللجنه القوميه لمكافحه الفيروسات الكبديه اللي يعني صدرت بقرار من السيد الرئيس، قبلها كان احنا للاسف معلوماتنا خاطئة عن نسبة المصابين بفيروس سي في مصر بسبب الكتابات السابقة أو الأبحاث اللي اتعملت على إريا أصغر. يعني كان في أبحاث اتعملت على عدد صغير من البني آدمين، يعني يوصل مثلا 10,000 15,000. نعم. المؤسف إن كانت نسبة العدوى فيهم عالية خالص. وكان ده بينشر، وإحنا كنا بنستخدمه في أبحاثنا وفي محاضراتنا الدولية والمحلية، وده للأسف كان له مردود سلبي جدا على مصر، تسبب في ان دول الخليج كانت رفضت ان الناس تسافر قبل ما تعمل تحاليل فيروس سي، بل مش بس لوحدهم لا والأسرهم كمان، يعني اي اسرة تسافر تعمل تحاليل، وده كلف الناس مليارات حقيقة. صحيح. ده اكتشفنا تقريبا في منتصف التسعينات يا دكتور، كانت بداية الاكتشاف، لكن الحقيقة انه مصر من خلال المبادرات المختلفة واخرها طبعا الكشف عن فيروس سي، المبادرة المهمة في مصر، تم القضاء على هذا الفيروس تماما. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور نبيل محيي، عميد كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك. الخبر اللي بعد كده عن الآثار، ومصر الحمد لله مليئة بالآثار خاصة في المناطق في جنوب مصر، عدد كبير جدا اكتشف وأيضا عدد كبير لم يكتشف حتى الآن، والبعثات الدبلوماسية أو البعثات الأثرية بتنجح في الاكتشاف، وأيضا وزارة الآثار بتنجح في اكتشاف عدد من المقابر وعدد من رؤوس الكباش، زي ما نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس بسوهاج في الكشف عن أكثر من 2000 من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي، بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة. دكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار أشار إلى أهمية هذا الكشف الذي يزيح الستار عن تفاصيل هامة في حياة وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس والمنطقة المحيطة به، خاصة في ظل الأهمية الأثرية والتاريخية لهذا المعبد، مما يساهم بشكل كبير في معرفة موقع المعبد وما شهده من حياة لأكثر من 2000 عام منذ الأسرة السادسة وحتى العصر البطلمي. الحقيقة دينا ان المعابد اللي بيتم اكتشافها دي والاثار دي بتعرفنا اكتر على العصور السابقة، المعلومات اللي عندنا ممكن ما تكونش كافية، ولكن الحاجات اللي احنا بيتم اكتشافها دي او تنجح البعثات في اكتشافها بتعرفنا اكتر بتلك العصور وايه اللي كان بيحصل فيها وايه اللي كان بيتم فيها. معايا على الهاتف الدكتور احمد عامر الخبير الاثري والباحث في علم المصريات. صباح الخير يا دكتور. استاذ محمد صباح الخير على حضرتك وعلى الاستاذه دينا وعلى كل الاستاذ. صباح الخير يا فندم. قناه النيل الاغواخ. كلمنا عن الاكتشاف ده يا فندم واهميته ايه؟ هو مبدئيا طبعا هو الكشف طبعا تم بايادي مشتركه بين البعثه الاثريه الامريكيه التابعه طبعا لجامعه نيويورك، طبعا وكانت بتعمل في منطقه المعبد الملك رمسيس الثاني بابيدوس اللي هي موجوده حاليا في سوهاج. تم الكشف طبعا عن 2000 رأس يعني من رؤوس الكباش المحنطه تعود للعصر البطلمي، بالاضافه ايضا الى مبنى ضخم من عصر الاسره السادسه لعصر الدوله القديمه. الكشف طبعا بيمثل تفاصيل هامه جدا في حياه وتاريخ معبد الملك رمسيس الثاني بابيدوس، بالاضافه ايضا للمنطقه المحيطه بها. طبعا يعني بصفه خاصه طبعا في ظل الاهميه الاثريه والتاريخيه لهذا المعبد،
سوف يساهم بشكل كبير جدا في معرفة موقع المعبد نفسه، ده رقم واحد. والحاجة الثانية اللي هو طبعا ما شاهده من حياة لأكثر من 2000 عام منذ الأسرة السادسة وحتى العصر البطلمي. البعثة نفسها كشفت أيضا عن عدد من الكثير من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش، منها طبعا مجموعة من النعاج اللي هي الماء والماعز والكلاب، والكلاب طبعا والأبقار والغزلان، وحيوان طبعا النمس او النمس طبعا، بالاضافه طبعا للعثور طبعا على في احدى غرف المخازن المكتشفه حديثا داخل المنطقه الشماليه للمعبد نفسه. هذا الاكتشاف طبعا يعني لعدد كبير من الكباش المحنطه، ربما يعني بنسبه كبيره جدا تم استخدامها كقرابين، على اعتبار ان طبعا الكباش طبعا من الحاجات الهامه جدا في عهد المصريين القدماء، وكانت طبعا ترمز للاله امون في تلك الفترات بالذات في عصر الدوله الحديثه. ربما طبعا زي ما قلت طبعا ان هي طبعا كانت الغرض منها طبعا يعني تقديم النذور والقرابين، على اعتبار طبعا اثناء ممارسه عباده غير مسبوقه للكباش في ابيدوس خلال فتره العصر البطلمي، بالاضافه ايضا الى ربما هذا يشير الى تقديم الملك رمسيس الثاني في ابيدوس، وان هذا الامر يعني احتمال كبير جدا يكون استمر يعني تقديسه. طب دكتور احمد، عايز اسال حضرتك سؤال، بالنسبه للاكتشافات دي هل بتعرفكم كواليس الاسره وتعرفكم بعض المعلومات اللي كانت مخفيه عنكم او ما كنتوش تعرفوها عن العصر ده والوقت ده، ولا انتوا بتكونوا عارفين اولا والاكتشافات دي بتاكد الكلام وبتزيد بعض من المعلومات؟ يعني في اكتشافات اثريه بتديك معلومات انت ما كنتش تعرفها، وفي اكتشافات اثريه بتزودك بمعلومات انت كان عندك حتى لو جزء منها بسيط، وفي اكتشافات طبعا بتاكد لك المعلومات اللي انت كنت او استكمال للمعلومات اللي كانت عندك. لذلك على حسب الكشف نفسه هو اللي بيحدد نوع المعلومه نفسها، هل هي كانت موجوده واستكمال ولا ما كانتش موجوده خالص. زي مثلا اكتشاف مثلا بعد ورشه تحنيط مثلا بتزود المعلومات، او اكتشاف مثلا سر من اسرار المنطقه في تلك الفترات. ايضا مثلا لما بتشوف سقاره مثلا بتجيب لك طبعا حاجات ما لم تكن معروفه فيما بقى في فترات كثيره. نفس الكلام في الهرم، نفس الكلام في ابيدوس. ابيدوس طبعا معروف ان هي العرابه المدفونه واحد الاماكن اللي كان بيتم اليها الحج في عهد المصريين القدماء، بالاضافه كمان ان كان المتوفى لازم يروح ابيدوس قبل ان يدفن، على اعتبار ان دي طبعا طقس من طقوس المتوفى اللي كانت بتتم في عهد المصريين القدماء. حتى واحنا بنتكلم حتى عن المبنى نفسه الضخم طبعا يعود الى عصر الاسره السادسه، بيتميز حتى نفسه بتصميم معماري مختلف، يعني الحاجات اللي هي ممكن حاجه جديده في الكشف نفسه ان هو الكشف ان هي كان طبعا تصميم نفسه مختلف فريد من فريد طبعا في صحيح. شكله يتميز طبعا بجدران سميكه ضخمه، لحتى احنا بنتكلم على عرضها بتملك حوالي 5 امتار. المبنى ده سوف زي ما بنقول هيساهم طبعا بشكل قوي في اعاده النظر والتفكير في يعني ده طبعا نجاح ليكم يا فندم، ونجاح طبعا لوزاره الاثار والمجلس الاعلى للاثار في متابعة تلك الاكتشافات. الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري والباحث في علم المصريات، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة. ومن أخبار الآثار والاكتشافات الأثرية إلى وزارة التضامن الاجتماعي اللي أعلنت أن معرض ديارنا العربية مستمر في فتح أبوابه أمام الجمهور خلال شهر رمضان المبارك من 3 عصرا وحتى 3 صباحا. المعرض ده بيشارك فيه عدد من الدول العربية، أعتقد لأول مرة بيشارك فيه عدد من الدول العربية، هناك الحرف التراثية، هناك العادات والتقاليد بتاعة الدول دي، وأيضا عدد من المحافظات المصرية. وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج قالت أن المعرض يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في المنتجات التراثية والحرفية الصديقة للبيئة. نتابع. بمشاركة 700 أسرة منتجة من مصر وسبع دول عربية، يواصل معرض ديارنا العربية فتح أبوابه للجمهور ويحوي منتجات تراثية ويدوية من مصر واليمن وليبيا وفلسطين والسودان وتونس والجزائر والجالية السورية بمصر. أنا اسمي مؤمنة هيثم من سوريا. إحنا جينا مصر أيام الحرب، أول ما ابتدت الحرب، ونبحث زينا زي أحد عن فرصة عمل، والحمد لله احنا حاولنا اصلا احنا متعلمين الشغل اليدوي والهاند ميد والتطريز، فطورنا نفسنا وابتدينا نمتهن المهنه دي ونشتغل، والحمد لله وزاره التضامن استضافتنا هنا بمعرض ديارنا زي ما استضافت الدول العربيه كلها. كل واحد بيجيب مشغولاته اللي بتعبر عن تراثه، فالحمد لله الناس عجبها الحاجه ولقينا اقبال شديد من الزبائن.
ناس بيشجعونا وبيقولوا لنا يعني الشغل حلو وبيطلبوا تاني. ويعد المعارض فرصة لتسويق المنتجات التراثية ما بين الدول العربية. أكتريت الناس مبقاش عارفانا، مش عارفة ايه منتجات مصرية، من كتر طبعا الصيني اللي مليان البلد، فبدأوا يشوفوا اه ده مستعجل جلدية طبيعي، اه طبيعي فندم وكده، مبصدقوش ان عندنا اليد المصرية وصلت لمستوى كويس الحمد لله. بس طبعا الصيني مغطي، بس يعني معرض زي ده كده بدأ يظهر لنا، يظهرنا للناس. وخلال المعرض لمسنا اهتمام الأسر المنتجة بدمج أبنائهم في تلك الحرف الإبداعية. المعرض ديالنا من المعارض المهمة بالنسبة لنا احنا كبرودكت، ان احنا بنسوق عن طريقه سواء تسويق محلي او تسويق دولي. ولادي متواجدين معايا، بحاول اخد الطاقة الإيجابية اللي عندهم ان انا ازرع فيهم الهوية المصرية بقى اللي احنا بنصنعها بجودة عالية، ويبقوا عندهم خبرة من هم صغيرين. احنا بنعمل الحاجات ديت واجيب لها واعمل لها واجيب لها التصميمات واجيب لها الشغل واروح اوديه. كنا مصمم ذهب، وهعمل بقى ذهب واكسسوار الكلام ده. ويفتح المعرض ابوابه من 3 ظهرا الى 3 صباحا. المعرض حلو جدا جدا، الحاجات كلها حلوه. كمان لفت انتباهي الحاجات كلها يعني على الطراز العربي والمصري، فدي حاجة بجد حلوة جدا يعني. ويستمر المعرض حتى 20 أبريل المقبل في أحد المولات بمدينة 6 أكتوبر. ويعد المعرض قوة ناعمة ووسيلة للتقارب والتبادل الثقافي والتراثي بين الدول العربية، كما يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات اليدوية والتراثية، ما يكسب العارضين الخبرة والقدرة على المنافسة عالمية. من معرض ديارنا عربية، محمود العزالي، النيل. يعني ايه هزار؟ يعني مثلا لما باجي اندح على الواد ابني واقول له حمار. الواد انت زعلت؟ العب يا عم. بقول لك ايه مالكش لازمه، ملوش فيها. يعني ده مثلا عبده صاحبنا، بس ما حدش بيقول له عبده، بنقول له شوكولاته. ولا شوكولاته كاتشاروي. ايه يعني عادي باظ يا ابني. أمنبنا في أنوال منوال وأمنب منوال في أنوال. وجهها بايظة. سمعها يا مونة لمستها. أنا بهزر بس. أنا بهزر. حمار. تلعب عيد بقى. ولا شوكولاتة. كاتشب. وجهها بايظة. اجمد ياد مالك. ده مش هزار. عدد كبير من المصريين بيعانوا من مشاكل نفسية بسبب التنمر. ضحكك على مشكلة شكل، طريقة، أو اختلاف حد تاني عمره ما يكون هزار. ده اسمه تنمر. تجمل بالأخلاق. مستمرين مع حضراتكم في تقديم أخبار الصباح، وبنعود ونستكملها مع خبر للسيد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الذي عقد اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عاشور.
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير نادر سعد قال إنه تم خلال الاجتماع استعراض مقترحي جامعتي القاهرة وعين شمس اللي تم وضعهم من خلال كليتي الهندسة بهما لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري، وذلك في ضوء التجهيزات لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد الطريق الدائري أحد أهم الطرق الرئيسية للوصول إلى هذا المتحف الهام. نظمت القوات البحرية المصرية زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بالقاهرة بمصر. نظمت زيارة إلى قيادة القوات البحرية، وتضمنت الزيارة المرور على الكلية البحرية وما تحويه من أجنحة ومنشآت تعليمية متطورة وفقا لأحدث منظومات التعليم الرقمي. أيضا الوفد تفقد حاملة المروحيات جمال عبد الناصر والفرقاطة بورسعيد وترسانة القوات البحرية. بعد الزيارة كان قيادة القوات البحرية تم استعراض أيضا الإمكانيات الحديثة والمتطورة التي تشهدها القوات البحرية مؤخرا. زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين زار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية في إطار بروتوكول التعاون بين التنسيقية والجهاز. حسام الجمل رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قال وأكد على أهمية الدور اللي بتلعبه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتميز أعضائها، مشيرا إلى حرصه الدائم على تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع التنسيقية من خلال عدد من المبادرات الهامة في المستقبل. في إطار الدور الإنساني والاجتماعي اللي بتقوم به وزارة الداخلية، أقامت الوزارة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل واحد أو جيل جديد أقامت احتفالية بمناسبة عيد الأم. وزارة الداخلية قامت بتوزيع الهدايا على الأمهات، وتم توزيع أيضا هدايا على الأمهات التي لم تتمكن من الحضور في أماكن إقامتهن، في لفتة طيبة جدا للغاية من وزارة الداخلية للأمهات المثاليات. نتابع. لما الدنيا تقول لي افرح 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 ومن القلب، لما بلدنا ادتنا الحب. تواصل وتفاعل دائم من وزارة الداخلية مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة وأسرهم. ففي إطار مشاركة الوزارة الاحتفال بعيد الأم، قامت بدعوة عدد من الأمهات قاطني تلك المناطق لحضور ندوة تثقيفية حول الطرق الصحيحة في التربية ومعاملة الأطفال، حتى يتسنى لهم بناء أجيال جديدة تتمتع بالثقافة والرؤية الوطنية. عايز أعرف إزاي أحمي ابني من إن هو يسمع أي كلام بره وإن هو يصدقه. بعلمه البحث، ما ياخدش الكلمة كده ويرددها وما ترددش معلومة مش متأكد من صحتها. أنتوا بتبنوا جيل جديد، جيل جديد صحيح مثقف بيفكر متربي صح، عايز يبني بلده ينتمي ليها ويقدرها ويعرف قيمة مصر. حصل تغيير بالنسبة للأولاد وبالنسبة لينا ان احنا ازاي نتعامل مع أولادنا، ودي حاجة حلوة يعني مبسوطين منها. لما الولد بيحضر نفس المبادرة ويرجع في البيت يحكيها لوالدته أو لوالده، ونفس الطريقة لما بنيجي احنا نحضرها لازم نطبقها على أولادنا في البيت. المحاضرة النهاردة بصراحة علمت لنا حاجات جميلة، يعني عارفة أربي أولادي كويس. واستمرارا لهذا التواصل وفي إطار حرص وزارة الداخلية على الاحتفال معهم بعيد الأم، فقد تم تنظيم احتفالية لهم بوادي الفروسية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد جيل جديد برعاية رئيس الجمهورية. شهدت حضورا من عدد من الفنانين وسط فقرات غنائية وترفيهية تفاعل معها الحضور. لما تشوف أمل حزين يحمو يبنو اليوم الدين، وليك يا مصري رد الدين لأجل بلدنا بالأمان. الأمهات مشاركين كلهم وشاف السعادة عليهم، من جمع الحاجات دي ما كانتش بتحصل لهم خالص، كانوا عايشين في حياة تانية واتنقلوا حياة مختلفة خالص. بس احنا بنهتم بمكانهم وساكنين فين وقاعدين فين، لا احنا بنهتم بيهم وان احنا نثقفهم وننمي فكرهم. احنا بننهض بالمستوى الثقافي اللي بيجي منها جملة
جيل جديد. احلى حاجه ان تيجي كلمه كل سنه طيبه يا امي من وزاره بحجم ووجود على الارض وزاره زي وزاره الداخليه، لان هي من اقرب الشخصيات للناس في الشارع. شكرا للمجهود الرائع اللي هم بيعملوه وبيبذلوه طبعا تحت رعايه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. ف يعني بجد انا النهارده مبسوطه جدا. الاحتفاليه النهارده من الخيال. انا سعيده جدا ان انا في وسط كل حبايبي اللي انا بحبهم صغيرين وكبار. كل سنه وانتوا قمر. لما تشوف قلبك حزين يا حمو يا ابن اليوم الدين. احنا فرحانين النهارده ان احنا جينا حفله عيد الام وجينا لماما وادونا فرصه ان احنا نقول لماما كل سنه وانت طيبه. كل سنه طيبه انت طيبه يعني. بقولك كل سنه طيبه وربنا يخليكي لينا. طيبه ميرسي. بشكر الامهات والنهارده كان في حفله جميله وحاجه تسعد كل ام مصريه. اقول للرئيس يشكر طبعا ان هو مهتم باولياء الامور وان هو عامل لنا حفله جميله قوي زي ديت. ان طبعا الشرطه تخلي ان عيل عنده طموح ديت حاجه كبيره بالنسبه لنا جدا. قد تم توزيع هدايا على الأمهات بمناسبة عيد الأم لتؤكد مبادرة كلنا واحد على نجاحها في بناء أجيال جديدة بالمناطق الحضارية الجديدة. وحرصت وزارة الداخلية على الاحتفاء بالأمهات التي لم تتمكن من حضور الاحتفالية عن طريق اصطحاب أبنائهن مع مساعدتهم على توفير هدايا عيد الأم لتقديمها إلى أمهاتهم تكريماً لهن ولعطائهن وتحملهن المسؤولية واعترافاً بفضلهم في بناء هذه الأجيال. لما تشوف أفضل حزين يحمو يبنو اليوم الدين. أنا مبسوطة جداً اللي أنا قدرت أنفذ حاجة كان نفسي أعملها وأجيب لماما هدية في عيد الأم، وبجد مبسوطه جدا وبشكر الضباط اللي موقفوا معايا وهم اللي ساعدوني ان انا اعمل كده. بشكر وزاره الداخليه ان هي فرحتني وفرحت بنتي كويس جدا. خليكي قلبي. اول سنه افرح فيها دخلته عليا هو والضباط يعني ساعدوني بصراحه. انا بصراحه ما كنتش متخيله اللي هيبقى فيهم فجاه وهم يفتكوني في عيد الام. دي حاجه كبيره قوي. شكرا لوزاره الداخليه ان هم جم وفرحونا صراحه وفرحوا قلبنا، وكل سنه وهم طيبين وربنا يكرمهم ويوفقهم. فرحانه قوي ان انا شفت الابتسامه بتاعت امي وربنا يخلينا سياده الرئيس انا دايما فاكرها. بشكر وزاره الداخليه على دعمهم لينا وعلى وقفتهم معانا في كل حاجه، وبشكر حمزه طبعا على الهديه الجميله وعلى ان هو بسطني وفرحني قوي النهارده بجد. كل سنة وانت طيبة يا أحلى أم في الدنيا. مبادرة كلنا واحد جيل جديد التي أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية تواصل تحقيق مستهدفاتها بالاهتمام بأبناء المناطق الحضارية الجديدة لتعميق روح الولاء والانتماء لديهم والتأكيد على أهمية الانتماء لهذا الوطن مع إحياء المناسبات المختلفة كعيد الأم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. بنوصل مع حضراتكم لفقرة البروفايل، وبروفايل الحقيقة بتكون يعني سيرة ذاتية عن واحد من أعلام مصر سواء كان في أي مجال من المجالات المختلفة اللي اشتهر بها مصر. والنهاردة البروفايل بيخص أديب نوبل الأديب المصري العالمي نجيب محفوظ اللي ولد في 11 ديسمبر سنة 1911 طبعا في حي الجمالية في واحد من الأحياء العريقة في مصر. نجيب محفوظ ده اسم مركب اللي أسماء له والده عبد العزيز إبراهيم والاسم
الاسم بينسب الى الدكتور او الطبيب اللي ولد الام الحقيقه، كان اسمه نجيب باشا محفوظ. ولاده الطفل نجيب محفوظ كانت ولاده متعسره، والحقيقه انه الاب عبد العزيز ابراهيم يعني توسم خير في هذا الطبيب وقرر ان هو يسمي ابنه على نفس اسم الطبيب تيمنا طبعا وتوسما في هذا الطبيب. نجيب محفوظ بدا يكتب من الثلاثينات واستمر حتى عام 2004، بتدور احداث جميع رواياته تقريبا في مصر، وبتظهر فيها سمه متكرره هي الحاره التي تعادل العالم بالنسبه له. من اشهر اعماله الثلاثيه اولاد حارتنا، الحرافيش، وبيصنف بادبه باعتباره ادب واقعي. نجيب محفوظ هو أكثر أديب عربي نقلت أعماله إلى السينما والتلفزيون. كان في 14 من شهر أكتوبر من عام 1995 تعرض الأديب العالمي للطعن بسكين في عنقه على يد شابين قد قرر اغتياله لاتهامه بالكفر والخروج عن الملة بسبب رواياته أولاد حارتنا. لم يمت نجيب محفوظ كنتيجة للمحاولة، ولكن أعصابه على الطرف الأيمن العلوي من الرقبة قد تضررت بشدة بعد هذه الطعنة، وكان لها تأثير سلبي على عمله حيث لم يعد قادرا على الكتابة سوى لبضع دقائق يوميا. أيضا نجيب محفوظ اختير عضوا في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم والأكاديمية الأمريكية للفنون والأداب. نجيب محفوظ رحل عن عالمنا في 30 من أغسطس من عام 2006، ولكن أعماله تبقى خالدة في أذهان وعقول محبي أعماله وعشاق الأدب والدراما. الأرصاد الجوية بتطمنا على حالة الطقس وبتقول إن النهاردة الجو هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية. هيكون معانا الدكتورة منار غانم خبيرة الأرصاد الجوية عشان تطمنا على حالة الطقس، نعمل إيه في شهر مارس المتقلب، مرة برد ومرة شتاء ومرة حر، نعمل إيه في هذه الظروف؟ الدكتورة منار غانم صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم على حضرتك وعلى كل الساده. صباح الخير يا دكتور منار. اتفاجئنا امبارح بامطار وامطار غزيره كمان مش امطار طبيعيه. بالفعل، هو طبعا وفقا لتحذيرات الهيئه العامه للارصاد الجويه في منتصف الاسبوع الماضي حذرنا من حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، بدات مساء يوم الجمعه واستمرت معانا على مدار فترات الليل وحتى الساعات الاولى من صباح امس كان في حاله من عدم الاستقرار، وده كان بسبب امتداد منخفض السودان الموسمي او منخفض البحر الاحمر، وجود كمان امتداد منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا. التسخين اللي كان يوم الجمعه بشكل كبير خلال فتره النهار ساعد بشكل كبير على تطور السحب الرعديه، وشفنا سقوط الامطار ما بين المتوسط للغزير واللي كان رعدي بشكل كبير طوال فتره الليل على اغلب المحافظات اللي موجوده في شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. كميات الامطار ادت لتشكل بعض السيول الموجوده في سيناء، لكن مع امس خلال فتره المساء بدانا نشعر بالتحسن في الاحوال الجويه، ومن اليوم المتوقع ان شاء الله نبدا نشعر بتحسن واستقرار في الاحوال الجويه، لان هياثر علينا مرتفع موجود في سطح الارض. المرتفع ده هيساعد بشكل كبير على التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه. هنلاحظ فتره النهار اليوم زياده فترات سطوع اشعه الشمس، تلاشي فرص سقوط الامطار من على اغلب المحافظات فيما عدا السواحل الشماليه الشرقيه ممكن تشهد سقوط امطار خفيفه متوسطه اللي طبعا من شهدناها خلال امس على اغلب المناطق. كمان اليوم امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري، مما الامطار اليوم مش هتاثر تماما على اعمال الانشطه اليوميه، نسب الحدوث كمان ضعيفه، فالاجواء بصفه عامه اجواء مستقره في اغلب الانحاء. هيستمر معانا اليوم الاعتدال في درجات الحراره، ونقدر نقول الانخفاض اللي احنا بنشهده في درجات الحراره منذ امس. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 22 درجة مئوية، تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، فعشان كده احنا فترة النهار هنحس بالأجواء أشبه بالأجواء الشتوية المائلة للدفء في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، أجواء دافية على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار. كمان خلال فترة النهار هنلاحظ نشاط نسبي للرياح سرعته ما بين 30-35 كيلومتر على الساعة، هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بالأجواء الربيعية. ايضا خلال فترات الليل اللي هيكون فيها اختلاف كبير بين فتره النهار وفتره الليل، لان فترات الليل لسه الاجواء فيها بارده خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر، خاصه مع وجود نشاط رياح هيزود احساسنا بانخفاض درجات الحراره.
كمان اليوم تكونت شبوره مائيه فتره الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه وادت انخفاض في الرؤيه. طيب دكتوره منار، عايز اسال حضرتك سؤال، هل في الفتره المقبله هنشهد برضو امطار زي اللي شاهدناها خلال اليومين السابقين، ولا خلاص الامطار تعتبر انتهت وهنبدا نشهد تحسن في درجات الحراره؟ وبالنسبه للارتفاع الملحوظ في درجات الحراره نهارا والانخفاض الملحوظ ايضا في درجات الحراره مساء؟ هو طبعا بالنسبه لاول انخفاض وارتفاع درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل، ده هيستمر معانا على مدار شهر 3 يمكن كمان شهر 4، لان مصادر الكتل الهوائيه بتتنوع ما بين الكتل الهوائيه الجنوبيه والكتل الهوائيه الشماليه، كمان لما تبقى الكتل الهوائيه جنوبيه من على سطح الارض خلال فتره النهار ده هيؤدي لارتفاع درجات الحراره فتره النهار، فترات الليل يؤدي لانخفاض درجات الحراره خاصه هي بتبقى كتل هوائيه جافه، فالتنوع في درجات الحراره والتذبذب في درجات الحراره من فتره النهار وفتره الليل هيكمل معانا على الاقل لي بعد انتهاء شهر رمضان، يمكن كمان في شهر بدايه شهر 5. نعم دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، شكرا جزيلا لحضرتك شرفتينا، كل سنه وحضرتك طيبه. والامطار اللي تابعناها في مصر على مدار اليومين الماضيين الحقيقه ربنا يحفظ مصر طبعا، لكن في البرازيل الامطار غزيره للغايه واثرت بشكل كبير على شكل الحياه هناك، هنشوف وهنتابع ايه مع بعض يا حاجه. العالم في صوره، العالم في صوره طبعا بصوره بتختزل كلام كتير جدا، هنبدا بصور الامطار في البرازيل، نشوف ونتابع. بكده نكون وصلنا لنهاية أخبارنا في هذا الصباح، بعد هذا الفاصل نبدأ أولى فقراتنا الحوارية مع زميلنا عمرو عبد المجيد.